كابتن حماده طلبه. يا مساء الفل على حضرتك، اكيد منورنا هنا في اخبار اون تايم. يا حضرتك منورنا يا كابتن حماده، وعايزين نتكلم عن لقاء النهارده، اكيد يعني لقاء مهم، لقاء مصيري قصاد فريق قوي جدا او منتخب قوي جدا وهو منتخب المغرب. يمكن اللقاء ده ليه حسابات مختلفه، يمكن ليه رؤيه فنيه اكيد ممكن تكون مختلفه من وجهه نظرك. كابتن حماده، ايوه سامعني؟ سمعني؟ معلش علشان انا على الطريق والله المستمع كويس، معلش ده السؤال تاني. طيب احنا كنا بنتكلم عن لقاء المغرب، اكيد لقاء مهم، لقاء مصيري، يعني منتخب كبير ادى اداء بصراحه يعني هايل خلال البطوله كلها، اداء قوي جدا، واكيد طبعا نفس الموضوع بالنسبه لمنتخبنا، منتخبنا اكيد يعني كان بالنسبه للقاء اللي فات قصاد الكوت ديفوار قدمنا شكل او ورينا الوش الاخر لمنتخبنا الوطني الاول. شايف اللقاء ده هيكون ليه حسابات مختلفه في النهارده ان شاء الله الساعه 5 مساء؟ اول حاجه طبعا لازم اقول مبروك لمنتخب مصر، عملوا مباراه كبيره قدام كوت ديفوار. المباراه دي ان شاء الله تدي لهم ثقه باذن الله ان احنا نعمل مباراه كبيره ان شاء الله قدام المغرب. صراحه الراجل اثنى على الناس كلها اللي هو منتخب مصر، ان شاء الله باذن الله قادر اللي هو يعدي المرحله اللي جايه باذن الله. طبعا هتلاعب منتخب المغرب، منتخب قوي، منتخب عربي زي زيك، ان شاء الله تكون مباراه كبيره باذن الله صحيح. العرب كلها ان شاء الله باذن الله. يعني المواجهات العربية دايما كده بيكون ليها حسابات مختلفة، يعني نفسيا بتكون برضو مختلفة، وخصوصا طبعا لو بنتكلم عن في أفريقيا، يعني منتخبات شمال أفريقيا بيكون ليها حسابات أخرى. طبعا المباراة بتاعت مباراة المغرب، مباراة المغرب هتكون مباراة صعبة جدا برضه على منتخب مصر. دايما المنتخب العربي بيبقى عارف يلاعب منتخب مصر بشكل كويس. أنا بقول لمنتخب مصر إن شاء الله بإذن الله لازم تعدي الماتش واحده واحده، ما تستعجلش، ما تستعجلش على الفوز. احنا الماتش اللي فات عملناه بصراحه ماتش كبير جدا، وبنلعب منتخب كوت ديفوار، كانت الناس كلها قلقانه والناس كلها كانت خايفه من المباراه، بس كويس الخوف ده جه لمصلحتنا، المنتخب نزل ادى بشكل كويس جدا جدا يعني. طبعا حابب اشكر محمد صلاح، اللقاء اللي عمله قبل المباراه كان جدا لعيبه منتخب مصر. ان شاء الله باذن الله ما نستعجلش على الفوز، يعني ناخد الماتش واحده واحده. منتخب المغرب هيعرف يلعبك كويس جدا وهيبدا ينرفزك وهيبدا يعصبك. اتمنى ان شاء الله تكون اول ربع ساعه هاديه لمنتخب مصر، وان شاء الله باذن الله المكسب ان شاء الله والصعود باذن الله قبل النهائي. اتمنى نتعلم درس اللي احنا كنا في الجابون، كنا احنا عملنا مباراه كبيره وطلعنا من منتخب الكاميرون في النهائي، كان منتخب صحيح اقل منتخب لعبناه هو منتخب الكاميرون. اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون احنا اتعلمنا الدرس دوت، نفكر واحدة واحدة إن شاء الله نعدي الماتش دوت، لو عدينا الماتش ده بإذن الله هناخد البطولة بإذن الله. ان شاء الله. عايز اكلمك بقى عن الحته بتاعتك، يعني في الدفاع عندنا عبد المنعم وعندنا الونش دلوقتي جاهز، شفنا طبعا يعني عبد المنعم في اللقاء اللي فات ده مقدم يعني اداء ولا اروع، فشايف يبتدي بمين النهارده كيروش؟ يا شيماء انت بتساليني اسئله. بص يا شيماء اقول لك حاجه، عبد المنعم لعيب كويس ولعيب بصراحه ادى مباراتين كبار جدا. صحيح. وكان سبب في الفوز وسبب في الصعود في اول ماتش لعبه. بس طبعا احنا مش هنقلل منه ان هو لعيب كويس. اتمنى طبعا والونش لعيب خبرات ولعيب ما شاء الله لعب منتخبات والكلام دوت. دي وجهه نظر المدير الفني، اتمنى اللي هو يكون الاختيار الصح ليه هو. احنا نقدر نقول بس اللي احنا دوت الونش لعيب عنده خبره ولعيب كويس، اتمنى له ان شاء الله باذن الله اللي هو يكون سليم ويكون موجود في الملعب. ليه؟ عبد المنعم ادى دور كبير جدا جدا عليه. ممكن يكون في الماتشين اللي هم جايين دول ماتشين، عمل ماتشين كبار، ممكن يكون مبعد. لو الونش سليم 100% ممكن اللي هو يديله ان شاء الله ويلعب وبيأدي بشكل كويس ان شاء الله. انما عبد المنعم لعيب كويس ولعيب ليه دور كبير مع منتخب مصر، والراجل بيعمل عليها. اتمنى طبعا بالتوفيق الاثنين، اي واحد منتخب مصر ويلعب باسم منتخب مصر، اتمنى لهم طبعا التوفيق ان شاء الله باذن الله، واي لاعب يلعب باذن ان شاء الله. حاجة. طيب اخيرا كابتن حماد، توقعاتك بقى للقاء النهارده؟ والله زي ما بقول لك كانت الناس كلها متخوفه من ماتش كوت ديفوار، والحمد لله عدينا وادينا بشكل كويس جدا، كان في ثقه في الاداء وكان احنا كنا اخطر واحنا كنا احسن. ان شاء الله النهارده الناس كلها متخوفه من ماتش المغرب، اتمنى ان شاء الله يكون اللعيبه وصل لها الكلام دوت، ونفس الخوف اللي احنا عندنا يكون محترمين المنتخب المغرب، منتخب بيأدي بشكل كويس جدا. اتمنى لهم ان شاء الله باذن الله التوفيق، وانا متفائل خير ان شاء الله باذن الله ونعدي المرحله ديت، بس يا رب يكون تعلمنا الدرس من البطوله اللي قبلها. يعني اتمنى ان شاء الله نعدي المراحل ديت، هنتكلم ماتش ماتش،
اتمنى لهم طبعا التوفيق ان شاء الله. وانا مبسوط جدا بتصريحات محمد صلاح، وبصراحه تحس ان ليه منتخب مصر ليه كابتن وليه قائد. اتمنى له طبعا التوفيق ان شاء الله، ونعدي المرحله دي ونفرح الشعب المصري كله ان شاء الله. كابتن حماده طلبه نجم المنتخب الوطني السابق، اكيد نورتنا النهارده في اخبار اون تايم، بشكرك جدا على وقت حضرتك، ولسه اكيد مكملين والكلام برضو عن مباراه مصر والمغرب، المباراه المرتقبه.